وكل ما موجود في هذا الكون
وظفه الله تعالى لخدمة الإنسان. فهذا الشهر هو أعظم منه من الله تبارك وتعالى على الإنسان. ولذلك الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عندما يأتي هذا الشهر يستقبله ويقول: نحن ننتظرك ونستقبلك كما كنا ننتظر الحبيب الغائب ذو المدة الطويلة. شوف اسمع، يعني عجيب، يعني قدر وعظمة وجلالة هذا الشهر لعله مجهولة للكثير من الناس، مدعوفة، لكن الأئمة بعدهم أهل المعرفة فيعرفون عظمة هذا الشهر. ولذلك أنت لما تكون في فراق مع حبيب لك مدة طويلة وأنبؤوك وأخبروك بأنه سوف يأتي، كيف يكون استقبالك لهذا الحبيب ولهذا العزيز؟ الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، شوف هذا فرد تعبير، ها؟ هذا فرد رسم صورة إلمن للإنسان لجلالة وعظمة هذا الشهر. وعندما يريد أن ينتهي هذا الشهر أيام تريد تنصرم، أيضا يودعه الإمام الصادق، يقول: نودعك ونحن حزنا عليك. يعني حقيقة في الواقع الإنسان على من يحزن؟ إذا فقد فرد شيء عزيز عليه يكون يصيبه نوع من الحزن. فالإمام الصادق وكأنما فقد الشيء عزيز عليه، وهو شهر رمضان، هذا الشهر العزيز. ولذلك ورد في الروايات مخصوصا في أيام هذا الشهر، إذا أردت أن تنطق شهر رمضان أن لا تقول رمضان لوحده، بل أن تقدم عليه شهر، تقول شهر رمضان. يكره أن تقول رمضان مخصوصا وين في أيام شهر رمضان، لأن رمضان هو اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. زين، فقلنا هذا الشهر هو منة وعطاء من الله تبارك وتعالى إلى الناس. فكيف هذه المنة؟ كيف نترجم ونفسر هذه المنة الإلهية؟ طب أنت تدري وتعلم هذا الإنسان عندما خلق، هو الله هو اللي خلقه وهو العالم بهذا الإنسان وما تحيط به من أعداء. أنت لك أعداء كثيرة، الدنيا، حب الدنيا عدو لك، المال، الأولاد، المنصب، ها؟ الهوى، هوى النفس، نفسك، ها؟ اللي معك هي بعد. ومن ألد الأعداء إليك من هو؟ هو الشيطان لعنه الله. شوف مجموعة من الأعداء تحيط بك. زين، الله يدري أنك هذه النفس، نفس الإنسان، هذه الإنسان، الإنسان في بعض الحالات لا يستطيع أن يقاوم هذه المجموعة من الأعداء إلا المعصوم. ولذلك مستحيل، ها، تأتي لي بشخص غير المعصوم لم يرتكب ذنبا، مستحيل، ما لا بد أن قلت لك هذه قلت حب الإنسان. والإنسان إلى متى يقاوم؟ إلا من عصمه الله تبارك وتعالى، وهم الأنبياء والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالإنسان في معرض ارتكاب الذنوب والمعاصي، وورد عندنا في الروايات، هم القرآن هم الروايات، إذا ذهب الإنسان إلى تلك الدار الآخرة وهو يحمل مجموعة من هذه الذنوب على عتقه على ظهره، فلا بد أن ينال جزاء في تلك الدار. والجزاء كيف يكون؟ أنا ما أريد أتعرض إلى جزاء الآخرة،
يختلف عن جزاء الدنيا بمراتب عديدة، اليوم غير اليوم، والساعة غير الساعة، والنار غير النار، والعذاب غير العذاب. زين، الله جل وعلا هذه المنة شهر رمضان قل الإنسان إذا عندك ذنوب استعد وين إلى شهر رمضان، هو الماحي لهذه الذنوب. شنو عندك من ذنب؟ عدت النار بأي شيء؟ بشربة من الماء، بشقة تمرة، شقة تمر. شوف شقد شيء سهل وهين جعل الله للإنسان حتى يتقي من النار، يخلص من ذنوبه في هذا الشهر، شهر البركة، شهر الخير، شهر الرحمة، شهر المغفرة. الشياطين مغلولة في هذا الشهر، أبواب النيران فيها مسدودة، أبواب الجنان تفتح، تعال ادخل، اعطاك إجازة رب العالمين، منح لك الرخصة والفرصة في هذا الشهر. شكو عندك من ذنوب من معاصي، تب إلى الله في هذا الشهر، الله ماحي ببركة هذا الشهر لهذه الذنوب وهذه المعاصي. زين، أنا ذكرت الآية اللي شنفت بها مسامعكم الشريفة في البداية، وأتيت بشيء من خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شنو المناسبة؟ المناسبة هناك قواسم مشتركة بين الآية وبين شهر رمضان المبارك. ماذا قالت الآية؟ ذلك الكتاب. ماذا تعني الكتاب؟ الكل متفق، يعني بدون ما نحتاج إلى نذهب إلى التفاسير ونشوف معنى الكتاب، المراد من الكتاب هو القرآن الكريم. الآية ذكرت القرآن وهذا الشهر، ارجع إلى الروايات تعبر عنه بماذا؟ بشهر. أنا إذا أسمع منكم حتى يعني أنتم تعينوني، أنتم يعني أنتم أهل للمعرفة، أنا هيك إنما أذكركم فقط أمور شيء أذكركم بها. وهذا هو شهر القرآن، ذلك الكتاب، ذلك القرآن، يعني وهذا الشهر هو شهر القرآن، هدى للمتقين، وهذا الشهر هو شهر تقوى، الذين يؤمنون بالغيب، هذا الشهر شهر إيمان. من هم الذين يؤمنون بالغيب؟ الذين يقيمون الصلاة، وهذا الشهر هو شهر الصلاة، اللي عنده قضاء، اللي عنده استحباب عن والديه، عن أقربائه، ها، يستحب أن يقضيها، أن يصليها في شهر رمضان، لأن لها فرد ميزة. هسه نذكر الميزة ليش؟ يعني في غير أيام تختلف عن هذا الشهر. بعد ومما رزقناهم ينفقون، ومخصوص من أشهر ألقاب هذا الشهر هو شهر الإنفاق. ولذلك تشوف أهل الخير، ها، اللي الله مان عليهم ورازقهم، يعني وعدهم معرفة بثواب الإطعام وإعطاء الخيرات، تشوفهم يتسابقون، يعني عدهم المال هذا العزيز، عدهم هين ورخيص في سبيل الله مخصوصا في هذا الشهر الكريم. ولذلك عبر عنا بالشهر الكريم، ذكر من هذا الشهر على الفقراء وعلى المحتاجين. الشيء الثاني، كل عمل تقوم به بهذا الشهر هو يختلف عن باقي الشهور. ولذلك ورد في القرآن، ها، ليلة القدر خير من ألف شهر. يعني إذا تصلي ركعة تعادل ألف ركعة، تقرأ آية تعادل ألف آية في غير شهر رمضان. هناك فرد نكتة ومناسبة أذكرها إليك. شوف الله تبارك وتعالى في كل أمور إلى حسابات دقيقة. شوف، يعني هو الإنسان، يعني إحنا الآن في عصر التطور، مو هيك شيء؟
عصر التكنولوجيا، عصر الكمبيوتر. الآن الإنسان العادي المخلوق لله تبارك وتعالى صنع أجهزة لها حسابات دقيقة لا يفوت على، يعني كما يعبر القرآن، ها مثقال ذرة، مو مثقال ذرة ما يفوت على هذا الجهاز. كيف بالله تبارك وتعالى وهو الخالق للجهاز ولرب الجهاز؟ ولذلك حسابات دقيقة. إذا تعمل أو تصلي أو تقوم بعمل في ليلة القدر تعادل ماذا؟ ألف شهر. إحنا اليوم في تقديراتنا، يعني العمر العادي الطبيعي لأي إنسان سالم ومريض، يعني في هذا الوقت كم يعمر؟ مثلا قد يكون عمره وينتهي ويذهب الى الله تبارك، ان شاء الله اعماركم طويله واعمار المؤمنين والمؤمنات ببركه الصلاه على محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وال محمد. كم يعمر؟ من الثمانين الى التسعين مو اكثر. يعني اذا كثر 90، اذا قل 80 70 هسه، ولكن المتوسط رحم الله من ذكر القائم من آل محمد. أنت أضرب السنة 12 مو صحيح؟ قسم الألف على 12 إيش قد يطلع؟ ها 83 وشويه صحيح 83، وهذا هو التقدير الالهي. اذا الانسان قام بصلاه او عمل او خير في هذا الشهر كتب له ما العمر كامل. اذا الله اخذ اجله في هذا الشهر ان شاء الله يذهب الى الله، وهو شنو؟ الله راضي عنه لانه ما مطلوب شيء، وفى. لأن الله إذا وعد أعطى وفى، مو مثلي وأمثالي. زين، فإذا هذا الشهر عظيم ومخصوص في هذا الشهر كثرة قراءة القرآن، لذلك هو يسمى بشهر القرآن. إحنا البعض مثلا كبار السن اللي يعني ما عندهم مثلا مدرسة ما يحضر جلسات القرآن أو ما يشارك بجلسات القرآن، والله شنو أخاف أخطأ وأستحي وكذا، لا ما فيها علم. هذا اللي يقرأ القرآن الآن إليك، شنو كان قبل؟ طلع من بطن أمه هو يقرأ القرآن، ها هم أخطأ وتعلم. إذا ما تخطأ ما تتعلم. كل إنسان، خبراء الدنيا، علماء الدنيا، ها بالتعلم والتعليم وصلوا الى هذه الرتبه العاليه من العلوم. وهذا مثل معروف، العلماء وصلوا بالتجارب الفاشله. اذا فشل بتجربه ما، هذه التجربه شو تسوي له؟ تنطيه خبره، ولعله اذا ما يفشل هذا بالاخير يفشل. الفشل هو سبب نجاح. لذلك أنت تشوف كثير من الأمم والشعوب من خلال فشلها ارتقت إلى مراتب، تعال إلى اليابان، اليابان الآن تغزو العالم بالعلوم بالتكنولوجيا. منين استفادت؟ بعد ما دمرت، بعد ما ضربتها أمريكا بالنووي وأصبحت لا شيء، كل شيء ماكو، من خلال العدم هذا وصلت إلى هذا المرتبة. فلا بد من التعلم. تعال احضر ثواب لك حضورك، لعله اذا اخطات لك ثواب اكثر. لماذا؟ لانه الانسان، خل اقول لك فرنسيه هذه علية، اول ما انا انبه نفسي عليه مساله الغرور. الانسان مثل انا اشوف اقرا بعد اقرا، اذا اخذت الغرور كل شيء ما علي، كل شيء ما علي. كذلك القرار، كذلك اي عمل تقوم به، لعله هذا اللي ما يعرف يقرا ما عنده غرور، يكون عمله ما مقبول اكثر من اللي يعرف يقرا وعنده غرور. ولذلك ابو ذر رضوان الله تعالى عليه
يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول له يا رسول الله بعد أنا ما أقرأ القرآن لماذا؟ يقول له أنا وجدت في القرآن آيات تحث على أن الذي يقرأ القرآن لابد أن يعمل بآياته، وأنا خاف ما ألتزم بآيات القرآن فما أقرأ أحسن. قال له لا يا أبا ذر، لا تترك القرآن، أن الذين يقرؤون القرآن جعلهم الله وعاء للقرآن. يعني أنت الذي تقرأ أنت وعاء لكلام الله تبارك وتعالى، وعاء الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، من قرأ في كل ليلة 50 آية لم يكتبه الله من الغافلين. أنت لا تنسى تركشك حساب وكتاب. هذا القرآن يشتكي يقول إلهي يوم القيامة فلان جعلني مهجورا. زين لماذا؟ شو شلون جعل؟ ما تحترم القرآن؟ لا والله تحترم القرآن، تقبله وتخليه على راسك، خله فوق الرف، ما تنزله جوه، ما حد يمسه. لا مو هذا، لا ما تقرأ به، ما تعمل به، هذا هو الهجران. ولذلك الله يكذبك من الغافلين في الإمام الصادق إذا يقول إذا تقرأ في كل ليلة في كل يوم 50 آية لم يكتبك الله من الغافلين عن القرآن الكريم. زين ذلك الكتاب لا ريب فيه. خلنا نجي شوية، إحنا عرب مو صحيح؟ خلنا نجي إلى العربية ونشوف ذلك الكتاب. أسماء الإشارة معروفة، يعني عندنا باء في اللغة العربية ها يسمى شنو؟ أسماء الإشارة. حتى عامياً دعنا على شنو؟ الكتابة عامياً. البعيد شنو نقول له؟ ذلك. القريب شنو نقول له؟ هذا. يعني إذا إنسان عادي لا يقرأ ولا يكتب للبعيد يقول ذلك فهذا مستهجن، هذا خطأ لغوي. وإذا البعيد قال له هذا أيضا هذا عن خطأ. الله تبارك وتعالى بعد اللغة هو أبو اللغة وهو أبو الكلام وهو أبو كل شيء، هو من الله جل وعلا. لما يأتي ويقول ذلك، أنت تقرأ بالكتاب وتقول ذلك الكتاب، الكتاب بين يديك، هذا قريب أو بعيد؟ قريب. من باب أولى الصحيح غير المستهجن أن نقول شنو؟ هذا الكتاب. فإذا كيف رب العزة يقول ذلك ويعلم إن لفظ ذلك غير صحيح للشيء القريب؟ حاشا لله تبارك وتعالى. شوف الله كل كلماته سواء كانت في القرآن أم في الروايات هي على المرام وهي الصحيحة. بل حتى نحن عندنا في اللغة العربية شيء صحيح وأكو شيء أصح من هذا الصحيح. الله إذا أراد أن يتكلم في قرآنه أم في سنته ها يتكلم بالأصح وليس بالصحيح، لأنه السيد المتكلمين. إذا ما المعنى؟ شنو المعنى؟ إذا نظرنا إلى القرآن الكريم كجلد وأوراق وسطور، فشي يكون القرآن قريب صحيح ولا؟ أنا أنظر إلى جلده، جلده يمي قريب، أنظر إلى صفحاته قريبة، إلى سطوره كلماته قريبة، فلا بد أن أخاطب بهذا. أما إذا نظرت إلى علوم القرآن المخزونة بعيدة عن الفكر لو قريبة عن فكري، بالله عليك أنا أعرف شيء من القرآن، علوم القرآن كلها بعيدة عني، هذا من الشيء القليل اليسير اللي ما يعد كقطرة لبعض. هذا من أين عرفته؟ عرفته من روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
فالله تبارك وتعالى يريد أن يبين لك عظمة القرآن وما موجود من خزائن علمية في ذلك الكتاب، لذلك أشار له بذلك ولم يشر إليه بهذا. وإذا نرجع إلى كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يقول القرآن ظاهره عميق وباطنه عميق، والعميق بعيدا قريب، من العمق يعني من البعد. فالقرآن فيه أشياء عجيبة وغريبة.